نارا. استاذ رجاشي شو هالصدفة؟ يا اهلا يا اهلا، كيفك؟ منيحة، بس أنا اسمي نانا. نانا؟ ليش أنا شو قلت؟ نارا. آسف آسف، عكي أكيد. شو هالصدفة؟ شو عم تعملي هون؟ يعني زيادة اطلاع على كل شيء جديد بالسينما، بتعرف نحن من النخبة ولازم نعرف كل شيء جديد كرمال النقد البناء. من النخبة؟ طبعاً أكيد أكيد من النخبة. طيب تفضلي، في كافيه قريب أنا بعرفه، إذا بتحبي بنقعد نحكي. ايه بس ما في كتير اتأخر لأنه بعد نص ساعة على القد، عندي موعد مع شركة كتير مهمة، مهمة كتير جدا جدا هون بدبي، شركة إنتاج كبيرة. واو شي حلو كتير، عن جد فرحتيني. طيب بنكفي حكي على القعد، تفضلي تفضلي. بس أنا أدفع هو بالأول؟ ايه ولا همك، عطيني عندك، تفضلي. أهلا وسهلا. شكرا. أنا ما بدي أحكي عن شغلي، خلي بكرة التاريخ هو يحكي عني وعن أعمالي مستقبلا. حاضر شي فيلم عام 2012؟ طبعا. عفوا. طبعا بتذكره. ما شاء الله عليكي مأواكي. ايه صح صح تذكرت، هلا قريت انا التترات. انت كاتب النص مو؟ طبعا لا، بس انا كنت عم اقول انه ما لاحظت الاكشن اللي فيه كثير اوفر. ايه صحيح صحيح، ضعيف. يعني بصراحة انا بحب الاكشن المنطقي، مش الاكشن الافتراضي والاوفر، يعني الاكشن اللي بيصير بين كل العالم بيناتنا نحن مثلا. حلو حلو كثير، خيال حلو، نظرة وجهة رائع رائع. طيب شو رأيك بفيلم اللون؟ اوه من الافلام الرائعة اللون، في شيء حلو. انا حسيت انه الحبكة اللي فيه والاثارة ضعاف. هيك صحيح، اثارة ضعيف. يعني لو رجعوا لإلي. شكرا شكرا شكرا. اكس متاع عندك فيه؟ والله اثنين اكس مقلي عيون. تفضل. يعني لو الشغله رجعت لإلي كان ممكن عنصر الاثاره والاكشن والتصعيد الدرامي خليهم اقوى. حلو، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الظاهر انه انا ما اجيت مشان اشتري دي في ديز اطلاقا. انا اجيت مشان اكتشف موهبه جديده وناطره فرصه. وأنا كروجي بتشرف إني أمنحك هاي الفرصة. شكرا. عفوا عفوا، لا شكرا على واجب. شوفي صديقتي نارا. نارا إيه نارا. لا نانا. أنا وقعت عقد كبير مع شركة كبيرة كتير كتير كتير، وراح أشتغل فيلم سينمائي بصفات هوليودية، وما رح الاقي احسن منك يكتب لي النص. والميزانيه مفتوحه، مبيت الممثلين ماكولاتهم مشروباتهم والاقامه كل هذا جاهز، ليك لك فكر، مشان هيك روحي بخيالك لابعد افق. وانا رح اكون جنبك من لحظه ولاده الفكره للحظه مماتك، قصدي لاخر مشهد بحياتي بالفيلم. كوني متاكده. نعم عفوا.